الدور. الصخر هو طائر صغير من فصيلة الدور يتكاثر على التلال الصخرية القاحلة في شبه الجزيرة الأيبيرية وشمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى، وهي مقيمة إلى حد كبير في الغرب في نطاقها، ولكن الطيور الآسيوية تهاجر أكثر إلى المناطق جنوبا وتتحرك في الجبال. دور الصخر متشابه في الحجم مع الدور المنزلي، ولكن منقاره أكبر حجما ويبلغ طوله حوالي 14 سنتيمتر، وأشرطة بيضاء أعلى الرأس ولون ريشه بني في الغالب وحلقه أصفر، وهذا الطائر لديه صوت صاخب. دور الصخر يتغذى أساسا على أعلاف الأرض ويأكل البذور على مدار السنة والتوت، ويشمل النظام الغذائي اللافقاريات ولا سيما اليرقات والحشائش. العش في شقوق الصخور أو الجدران، وتضع من 4 إلى 5 بيضات تظهر في مجموعات في فترة التزاوج. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن كلا من الذكور والإناث يفضلون أزواج ذات رقعة صفراء أكبر. يساهم كل من الذكور والإناث على قدم المساواة في رعاية الفراخ، فالذكور ذوو الأحجام الأكبر يغذون صغارهم بمعدلات أعلى، مما يشير إلى أن الذكور الأكبر يحتلون مناطق أفضل. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، وفي الختام سماع صوت هذا الطائر.